وكذلك الأسرة الإعلامية الحاضرة المكتوبة المسموعة والمرئية. كما نرحب بكل مشاهدين عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري إلى حفل اختتام الطبعة الأولى من مسابقة الشيخ عبد الكريم دالي. كما كل ليلة تحية كبيرة لروح عميد الأغنية الأندلسية والحوزية الشيخ عبد الكريم دالي. تحت رعاية معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي ومن تنظيم مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي بتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية يتم تنظيم الطبعة الأولى من مسابقة الشيخ عبد الكريم دالي، مسابقة أحسن صوت يؤدي الغناء الأندلسي. المسابقة انطلقت يوم 16 نوفمبر وتختتم اليوم. سنتعرف على النتائج التي أقرتها لجنة التحكيم الموقرة المكونة من السيد إسماعيل هني رئيسا للجنة، تحية لإسماعيل هني. السيدة سليمة مديني من الجزائر العاصمة، الأستاذ صالح بوكلي من تلمسان، والأستاذ والفنان ديب العياشي من عنابة. تحية كبيرة للجنة التحكيم التي سنتعرف معها خلال هذه السهرة بأسماء الفائز أو الفائزة بالجائزة الكبرى. سنكرم هذا المساء كل المشاركين، كل الممولين الداعمين لهذه الطبعة، وكل شركاء مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي. ولأن الحفل هو حفل أندلسي أكيد البداية راح تكون أندلسية. رحبوا معي مرة أخرى بالجو التابع لمؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي بقيادة الأستاذ كاتب نجيب. بدايتنا اليوم راح تكون مع نوبة الغريب، انقلاب عراق، رشيق القد، ثم استخبار غريب، يليه انصراف أول يا هاجري لو زرتني، يليه انصراف ثاني قم يسر لنا القطعان، ثم خلاص أول كلفت بالبدري، ثم خلاص ثاني أمشي يا رسول، ثم حوزي في الغريب لم تايهنا قلبي، يليه قصيد محبوبي طال جفاه، وفي الختام خلاص من هو راحي وراحتي. لحي متعنا بهذا النوبة صوت من أجمل أصوات التي تغني الأغنية الأندلسية، شرفتنا داخل وخارج الوطن. لها فيها السوق الفنية الجزائرية 6 ألبومات، آخرها كان ألبوم يحمل سلسلة من العروبي. هي عضو في الجوق الوطني للموسيقى الأندلسية وكذلك عضو في الجوق الجهوي. بتحية كبيرة رحبوا معي بالفنانة لميا مديني.
Thank you.